مرحبا بكم أحبتي في الفيديو التعريف الثاني لطلبتنا بخصوص إدارة الحسابات الإلكترونية. الفيديو الثاني راح يتعرف على أو راح نحاول نتعرف على فد نقطة. أيضا بعض الطلبة يواجهون مشكلة بالجزئية معينة اللي هي من نريد ينزل، وخاصة اللي يعني عندهم تليفونات نظام تشغيل مالت الأندرويد. الآيفون ما عنده مشكلة، بس الأندرويد دا يواجه مشكلة بعض طلابنا، انه من يريد ينزل التطبيق مال الكلاس روم، ينزل بعض التطبيقات اللي دي نحتاجها بالعملية التعليم الالكتروني، دي يواجه مشكلة انه تطلع له مسج انه هذا التطبيق غير متاح في بلدك. شلون نقدر يعني نتخلص من هاي المشكلة؟ طبعا اكو عدة حلول حتى تتخلص من عدها، بس نحاول نركز او على فد حل بسيط على هذا الموضوع. شلون نقدر نواجه هاي الاشكالية، مشكلة أنه عدم توفر هذا التطبيق في بلدك. ببساطة طلابنا، تقدرون أنتو تحل هاي الإشكالية، تتجاوزها عن طريق أنه أنت تجي أولا تشغل برنامج في بي إن. أنت تذكرون إحنا في فترة من فترات من انقطاع الإنترنت وصار حظر، كنا نصبنا برامج مع الفي بي إن، فممكن أنه شغل برنامج مع الفي بي إن، أي برنامج في بي إن موجود عندك. أنا عندي هذا البرنامج مع الفي بي إن. أول فقرة أسويها تشغل هذا البرنامج مال في بي ان. تمام، اشتغل عندي هسه البرنامج مال في بي ان. النقطة اللي بعدها راح تجي تسويها انه راح تروح على السيتنج. بالسيتنج راح تروح على الابس، تطبيقات، اذا كان بالعربي هو التطبيقات، اذا كان بالانجليزي فهو الابس. بالابس راح تطلع لك كل التطبيقات اللي انت منزلها على الموبايل مالتك، فراح تروح على ندور على منو البلاي ستور. بس شوف هنا البلاي ستور وين موجود، هذا الجوجل بلاي ستور. جوجل بلاي ستور راح ادخل عليه. بالجوجل بلاي ستور راح تجي على فد شغلة. طبعا يجوز الواجهة تختلف حسب نوع الموبايل مالتك، بس المهم اكو نقطتين اسويها داخل جوجل بلاي ستور. اول نقطة اسويها داخل جوجل بلاي ستور انه تجي الستورج، اسوي كلير كاش. يجوز هاي تكون الدقمة موجودة برا بالخارج، اسوي كلير كاش. اذا ما موجودة موجودة بالستورج، في كلير كاش. بعدها راح تطلع مرة ثانية برا، ندوس على هاي البطن اللي موجود هنا اللي هو اسمه فورس ستوب. فورس ستوب راح يطلع لك مسج، if you force stop it may be cause an error. فورس ستوب، اوكي. فاذا انا سويت مره ثانيه راح اعيدها بالستورج، سويت كلير كاش، هاي اول نقطه، وبرا بالواجهه الرئيسيه سويت فورس ستوب وقلت له فورس ستوب، اكدت على هذا الموضوع. تمام، هسه انا وقفت للتطبيق وشغلت في بي ان. بعدها لحاجي ادخل على مره ثانيه اشغله للبلاي ستور. عندي هسه انا اريد انزل تطبيق معين، فالحاجي اذا اجي هسه على كان قبل ما يطلع لي يعني الكلاس روم اقول لي غير متاح في بلدك، اذا اقول له الكلاس روم اللي هو الجوجل كلاس روم راح يطلع لي التطبيق مال الكلاس روم. طبعا انا منصبه هنا، فراح يقول لي اوبن يمك، راح تقول لك انستول. بعد راح تنحل هاي المشكله. اذا مثلا على سبيل المثال اني اريدك تنزل اكو تطبيقات اخرى، نزلها مثلا تطبيق الميت اللي هو الجوجل ميت، هذا الهانج اوت ميت. الهانج اوت ميت هذا راح تستخدمه اذا كان القسم مالتك يستخدم هذا التطبيق بالمحاضرات التفاعليه، فحاول تنزل هذا التطبيق. بس هنا هذا لو قبل هاي العمليه حيطلع لك ايضا هو غير متاح في بلدك، فهذا ايضا حاول تنصبه للبرنامج. ممكن ايضا اكو برنامج اخر حاول تنصبه اللي هو اسمه جوجل دوك. جوجل دوك ايضا كان غير متاح بالحاله الاولى، هم حاول تنصبه لان هذا راح يفيدك في حاله الاختبارات الالكترونيه. هاي البرامج الثلاثه شباب اللي هو الكلاس روم حاول تنصبها، هسه انا منصبت الكلاس روم، الجوجل دوكس والميت حاول تنصبها. ايضا اكو برنامج ممكن تنصبه اذا تريد تنص يعني برامج الامور التفاعليه، زوم مثلا. زوم اني هسه هذا منصبه موجود عندي، اذا تحتاج تنصبه ممكن تنصبه، لانها حسب القسم ايش راح يستخدم من برامج معك، او برامج الوبكس، سيسكو وبكس ميتينج، هذا البرنامج ايضا مهم.
بالمحاضرات التفاعلية. فأكو برامج ممكن تنصبها، أي برنامج بعد لح أنت كان غير متاح بالنسبة لك لح يكون متاح بعد ما تطبق هاي الخطوات. إن شاء الله تستفادون من هاي المعلومة على مود تقدر يعني تتجاوز مشكلة عدم إتاحة البرنامج أو البرامج أو التطبيقات داخل العراق. معكم محدثكم دكتور محمود، مدير دائرة تكنولوجيا معلومات كلية منصور الجامعة. تمنياتي لكم التوفيق.